السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في قناه من يدود. فيديو جديد ومختلف النهارده، حبيت اجمع لكم اكتر حاجات انا عملتها في السنه اللي فاتت دي. خليكم معايا بقى وكملوا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. دي تورته الفاجي طبعا موجوده على القناه، الرز بلبن اللي وشه مكرمش وجميل وطعمه كريمي كده ولذيذ جدا. دي العجه بقى وسلطه سلطه بابا غنوج. دي لحمه بالبصل، فته، ممبار، كرشه، كوارع، شوربة الكوارع. دي تورتايه كانت بمناسبة عيد ميلاد بنتي. السمك المشوي ده انا شويته في البيت هنا لان ما عندناش حد بيشوي طبعا. بطيخ وجبنه. تورته الملفي جميله جدا، حباكم تجربوها. دي تورته الفواكه برضو كنت عاملاها في عيد ميلاد، بسبوسه دي جميله جدا. طبعا تشكيله المحاشي زي ما انتم شايفينها، بانيه، ممبار برضو. ده الرز في الفرن، رز المعمر. ده قرنبيط في الفرن، جلاش بقى والتشكيلة الحلوة اللي احنا عملناها مع بعض. السمسمية بس معرفش فين الصورة بتاعت الفولية. دي السمك السلمون. تورتة شوكولاتة شكلها حلو قوي يا منورة. ده الملبن الفواكه الطبيعية. ده كتف كنت عاملاه في الفرن، ودي اشهر اكله موجوده هنا، جلاش بالفراخ بالسبانخ بالجبنه، طعمه حكايه حكايه. ودي المكرونه الملونه بصوص البشاميل والجبنه. دي الكيكه الجامده اللي انا بعملها دايما، ما بغيرش مقاديرها خالص. الكيك ده جاهز بس انا اللي زينته وعملته كده، كنت جايباه من البيم. طبعا الكحك بقى والبسكوت والبيتيفور والقراقيش والفرانكشاير. دي تشكيله البيتيفور اللي انا كنت عاملاها في العيد. وده كعب الغزال والقراقيش بالعجوه، وده كحك جواهر وكحك العيد الجامد جدا. بسكوت اللانكشاير التزيين بتاعه الرقيق والبسيط. ودي بسبوسة البندق، وده بسكوت الزبدة حلو جدا بعمله كل مرة في العيد. ودي قطايف حادقة كنت عاملاها بالتونة وبالسوسيس وبالجبن. ودي القطايف الحلوة. كيكة الريد فيلفت. دي الفراخ مشوية في الفرن. ودي فروت سلاط وعليها كريمة من فوق. والسينابول بقى الجامد جامد السايح في صوص السنب. ودي المدلعة، طبقة كنافة وبسبوسة وكريم كراميل وكريمة جامدة. ودي كنافة الفنجان قمر الدين، فكرتكم برمضان، كل سنة طيبين، رمضان قرب. ودي القرص بالعجوة جامدة جدا جدا. ده طاجن اللحمة بالبصل وعلى وشه العيش اللي احنا بنعمله ده، جميل جدا زي ما انتم شايفينها كده. ده حلو موجود هنا ومشهور، جلاش اسمه جلاش، بتزين بقى بالرمان وبتعمل باللبن. دي تورتة الريد فيلفت عملتها بالشكل ده، سينابون برضو، صوص الكراميل بقى وصوص السينابون جميل جدا عليه. دي كيكة الفاتش، ده قرع عسل بالكريمة اللي فوق، والقاس بقى ورز انتوا عارفين. وده كريب الفراخ والتونة جامد جدا. ودي تورتة البلاك فورست او الغابة السوداء كنت عاملاها في عيد ميلاد. بطاطا دي كنت جايباها من مصر، البطاطا دي تيراميسو حلو مشهور هنا برضو بتعمل بالبسكوت. البطاية بقى المحشية ورق عنب، انا عارفة ان انتوا جوعتوا، انا كمان جوعت والله لسه ما اتغديت. ده زبادوب الخوخ، ورق العنب بالكوارع. الطاجن ده جامد جدا جدا ومشاهدته كل شوية تزيد عندي، الحمد لله يا رب. دي مسقعة باللحمة المفرومة. ده سويت اند ساور، ده اكل صيني بتعمل بالمكرونة الشرايط دي وفراخ. كيكة كبده، الكبده والفينو انا عاملاه في البيت والكبده عاملاها في البيت، بجد كانت جامده، مش بشكر في نفسي والله كانت جامده. دي تورتايه الفواكه اهي. دي سلطه الرنجه، عملت الرنجه باكتر من شكل بثلاث اشكال كلهم احلى من بعض، بس احلى واحده دي واللي اول واحده دي عجبتهم جدا. دي تشكيله الحاجات بقى اللي انا عملتها في العيد. بسكوت الشوكولاته كنت عاملاه في العيد برضو. ده المعمول العجوة الغريبة، ده بسكوت الزبدة. ده العيش التركي موجود هنا كتير قوي، بيكون موجود في رمضان، ده حلو اللي هو بالكريم كراميل. دي فرخة كنت عاملاها بالخضار في الكيس الحراري. القطايف. ودي كنافة عيش البلبل. ودي الكريمة الكدابة عملتها عشان احشي بيها القطايف. كل دي حاجات رمضان بقى هترجع ان شاء الله تاني، كل سنة طيبين. ودي فراخ بالمشروم والرز، تورتايه،
ده الف كرنب بقى، طبعا انتوا عارفين تقطيع الكرنب دي. ده سمك، ده بربوني ورز، ورز احمر وشوربه السيفود. ده اكلير كنت عامله الحشوه بتاعته جامده جدا، او شكله بعد ما زينته. ودي التورتيه اللي كنت عاملاها، ده جلاش حلو برده كنت عاملاه. كل ده بمناسبه عيد ميلاد. ودي الكمبير، اكله مشهوره جدا هنا في تركيا، بطاطس كبيره كده بتتعمل في الفرن وعليها الصوصات اللي انتم شايفينها دي. ودي كيكه مشهوره هنا اسمها كوبروس، ليمون معصفر بقى الجميل بتاعنا، فنجان مخلل. خلاص دخلنا على المخللات. ده الزيتون، ده ابو فروه او كستانه، اللفت، الفول كذا طريقه، والتدميس بتاعه برده عاملينه على القناه. دي مقلوبه، دي تورتايه عملتها كانت حلوه جدا جدا. دي مكرونه مبكبكه ولحمه بالطحينه، عاملاها في الفرن حلوه قوي. ده ستريبس تونه، كنت عاملاها في البيت برده، جبت سمكه التونه وعملتها. ده كريب فراخ وتونه، سويس رول الشوكولاته، محشي برده بالكريمه بتاعته وشوكولاته. دي فاهيتا الفراخ، دي مربى التين، بلح الشام، رز معمر، ده زي الرقاق كده او الرقاق الطري بتاعنا. ده طاجن باميه باللحمه. دي الفراخ على الشوايه عملتها، شويتها في البيت. دي الشوكولاته النوتيلا. دي النجريسكو الفراخ. دي كيكه الجزر والقرفه. السمك المشوي ده برضه انا شويته في البيت هنا. دي مكرونه باللبن العزيزيه، كرشه. دخلنا على حاجه العيد الكبير، الكرشه والفته واللحمه المحمره. دي لحمه مفرومه معصقه. ده مخ وكبده، الممبار العادي والممبار البوبوس. دي بطايه كانت محشيه رز، البط طبعا بنجيبه من مصر زي ما انتوا عارفين. دي تشكيله محاشي، ده الرز الاصفر المبهر. دي طريقه فراخ كنت عاملاها معايا جميله جدا. دي المحمره بقى بالجبنه ومحمره بالزعتر، اكله سوريه. دي كفته شويها برضو على الشوايه، ده الشيش طاووق والرز بتاعه جميل جدا. دي تورته التونه بجد جامده جامده، بقى لي فتره ما عملتهاش وحشتني. دي التريليتشه الحلو هنا مشهور في تركيا. دي مهلبيه بالجيلي، دي الدوره الحلوه. ده حواوشي اللي هو اسكندراني معمول بالعجينه، كريم كراميل، ده صوص الكريم كراميل. دي كفتة رز، انا كنت عاملة الكفتة في البيت لان ما عندناش حد بيعمل الكفتة. ودي فطيرة الجبنة، ده الايس كريم، دخلنا على الصيف. ودوت لانشون بالزيتون. ودي كيكة البسكوت بالموز. ده سمك في الفرن، ده بوري. دي فراخ في الفرن برضو، ده بابيس، رز بلبن. وده كحك العيد. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعليقات ولايكات كتير حلوه كده زيكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه. حبيت اعمل لكم الفيديو ده عشان اجمع لكم فيه كل الحاجه اللي انا عملتها، ودي اخر اكله، استنوها ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.